يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك. واني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في شرح جديد، أحييكم وأتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الشرح أردت أن أستعرض معكم كيفية تثبيت ويندوز 11 وتخطي مشكلة هذا المعالج أو هذا الحاسوب لا يدعم هذا الإصدار من الويندوز. هذه طريقة سهلة وأنا سبق لي وجربتها. أولا بعد تحميل ويندوز 11 ثم الفك الضغط عليه، لا نحتاج إلى فلاش ديسك، الذهاب إلى البيوس وتثبيت الويندوز، نحتاج إلى المجلد الخاص بالويندوز فقط، لا نحتاج إلى أي أداة أو أي برنامج. فنستعرض الطريقة. قبل أن أبدأ أريد أن أوجه لكم ملاحظة، بعض الحواسيب لم تنفع معهم هذه الطريقة لأنها ضعيفة، فطبيعي لم تقبل تثبيت ويندوز 11. ويندوز 11 يطلب إمكانيات وهي واضحة، يكون معالج متوسط نسبيا ويكون الرامات 8 جيجا فما فوق. نذهب إلى القرص المحلي دي. كل مستخدم ووضع المجلد الخاص بالويندوز في مصاري، فأنا وضعه على القرص المحلي دي أو ديسك لوكال دي. ندخل إلى الديسك لوكال دي بشكل طبيعي، نبحث على مسار المجلد، نضغط على إدخال، فهذا هو المجلد الخاص بالويندوز. ندخل إليه، الويندوز 11 غير محدد 1 من 8. كما تلاحظون هذا هو المجلد المعروف الخاص بالويندوز والذي يتضمن 8 ملفات. ندخل مباشرة إلى سورس، لا ندخل إلى الستاب والذي هو المجلد الأخير لأن الطريقة لا تنفع هنا. كيف أريد أن أوضح لكم هذه الطريقة؟ سنثبت الويندوز وكأننا سنثبت برنامج، وهي طريقة طبعا تنفع وأنا سبق لي وجربتها. ندخل إلى سورس ثم نستعمل زر باش فيفونت لنذهب إلى الجزء الثاني من الملفات. كما تلاحظون هنا نتجاوز عدة ملفات، يوجد ربما 100 ملف، 199 ملفا نحن نتجاوز هذه الملفات. حين نتجاوزها نضغط على زر الاس ليأخذ بنا إلى ستاب. كما تلاحظون هنا ستاب اكس او، وكأننا سنثبت برنامج. عندما تحاول أن تثبت برنامج أغلب البرامج تكون مدخل تثبيتها عبر ستاب اكس او. نضغط على زر التطبيقات أو نضغط على زر الفأرة اليمين لاستخراج الخيارات. نضغط شيفت اف 10 إلا ما يتوفر لك زر تطبيقات على لوحة المفاتيح. ثم نذهب إلى اكزيكوتي اون تانك ادمنستراتور أو تشغيل كمدير. ندخل إليها، هنا تأتينا رسالة سطح المكتب الآمن، نضغط وي طبعا. ننتظر قليلا جاري تحضير التثبيت، وهنا الطريقة بشكل عادي. كما تلاحظون هنا يطلب منا التحديثات، هل تريد أن تثبت التحديثات؟ وإن لاحظتم لم تأتي أي مشكلة. نضغط على زر طاب نون ميرسي سون سي ميز اجور أو لا عفوا بدون تحديثات. نضغط إدخال
كما تلاحظون هنا الطريقة تشابه التثبيت من الفلاش ديسك أو من البيوس. هنا نوافق على شروط الاستخدام والبنود الخاصة بميكروسوفت، نحدد هذا الخيارين أو الخانات بالإسباس أو زر المسافة، نضغط على زر المسافة، مسافة محدد محدد، نضغط تاب فولت زائد اس، عفوا خيار وليس خيارين، ثم نضغط على زر المسافة على سويفون أو التالي مسافة مضغوط تيب انستالاسيون كيل تيب دي انستالاسيون تيب دانستالاسيون أو نوع تثبيت الويندوز. هنا كيف نريد أن نثبت ويندوز؟ بيرسوناليزي يعني شخصي، وهنا يفرمت الحاسوب ويثبت ويندوز 11 بشكل عادي. أو ميزا نيفو يعني التحديث من ويندوز 10 إلى ويندوز 11 بدون فرمطة الحاسوب وبقاء الملفات في مسارها. أنا أنصح بيرسوناليزي أو شخصي، وهنا يفرمط الحاسوب وينظفه ويثبت نسخة ويندوز جديدة. نضغط إدخال 73%. كما تلاحظون أني لم أطفئ الحاسوب ووصلت إلى الواجهة الخاصة بالتثبيت. هنا نختار القرص الذي سنثبت عليه الويندوز، يعني ديسك لوكال سي أو ديسك لوكال دي أو ديسك لوكال او، القرص المحلي سي أو دي أو او وغير ذلك. Lecteur 0 partition 5. Qaus Aisash. D. Taille totale 600. Lecteur 0 partition 6. Nook Patan. Disque local. Qaus Aisash. R. Lecteur 0 partition 5. Qaus Aisash. D. Taille totale. Lecteur 0 partition 4. Qaus Aisash. E. Taille totale 100. أنا أريد أن أثبته في E. نضغط عليه. Installation de Windows. Annulé. وهنا ننتظر. وهنا يثبت الويندوز مباشرة، ثم يعيد تشغيل الحاسوب لعدة مرات ويثبت الويندوز بشكل عادي. أنا لا أكمل معكم الطريقة لكي لا يكون الشرح طويل، فأنتم تعرفون التثبيت. الحاسوب الآن يجهز تثبيت الويندوز ولم نصادف أي مشكلة. ملاحظة أخيرة فقط، إن كنت تثبت الويندوز على حاسوب محمول يتوجب عليك توصيله بالشاحن لتفادي خطورة ضياع الملفات، وهو أصلا يلزمك على توصيل الحاسوب بالشاحن. لكي لا يكون الشرح طويل أنا هنا سأتوقف، وأشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. كان معكم عبد اللطيف، وأتمنى أن يكون شرحي مفهوم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.